اللي بيتكلم ايطالي ايطالي الشخصيات الايطاليه. نعم. طب الشخصيه المصريه كان الشخصيه المصريه عبقريه، لان الشخصيه المصريه دايما ليها مثلا فكره ان هو مثلا عامل في لوكاندا، بيشتغل في بيت، يعني شخصيه هي عامله زي حلقه الوصل بين الجنسيات كلها، وبالتالي هي حريصه على انها اللغه اللي هي بتقولها تكون فيها تنفع لكله، يعني يفهمها الجميع. فقدمت لنا نموذج فريد ومتأخر من لغة الفرنجة اللي هي طلعنا نقول عليها لينجوا فرانكا، اللغة الفرنجة زي ما احنا كنا بنقول الفرنجي كده، اللي هو فرنجي. الفرنجي بالظبط كده. لغة الفرنجة دي هي لغة تجارية خاصة بمواني البحر المتوسط، وهي خليط من اللغات البحر المتوسط، ليها أساس إيطالي لكنها لغة تفاهم، لغة بتاعة تفاهم، ان احنا نتفاهم ازاي. يعني هي لغة شفهية، لغة غير مكتوبة. في حاجات منها مكتوبة، فيها شواهد منها مكتوبة، لكن الحقيقة هي لغة تواصل، لغة تجارة، لغة تبادل. والحالة بتاعت صنوع استثنائية، لأنها يعني المسرح بتاعه جاي بعد التواريخ المعروفة لانتهاء استخدام اللغة دي. يعني كان في فترة زمنية انتشرت فيها هذه اللغة، لكن بعد ذلك في فترة ما اختفت، لم يتم استعمالها ولم يعد تستخدم. مع ايه بقى؟ مع الاحتلال. احتلال الشواطئ الجنوبية البحر المتوسط، خاصة الفرنسي في شمال افريقيا في ناحية المغرب والجزائر وتونس، خلاص مفيش بقى. احنا اصبح الاحتلال بيجيب لغة رسمية، فبيقضي على اللغات المحكيه اللي هي بقى اللي احنا بنحاول ان احنا نتواصل فيها. فالحقيقه الحاله دي استثنائيه في يعني حاله صنوع استثنائيه جدا. وانا قعدت اخراج واحده من المسرحيتين، والمسرحيه الثانيه طلعها الدكتور فيليب سادجروف، وده يعني مستشرق واستاذ ادب عربي في انجلترا، و كمان لقيت له شعر باللغة الإيطالية، فقعدت إصداره مع دراسات حوالين الإنتاج الخاص بيه.